ضربة ركنية لصالح فريق مودرن فيوتشر. الركنية في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول بالنسبة لفري فيوتشر، اللي طبعا حاليا يمني نفسه من أجل العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل مع لحظات أخيرة من عمر الشوط الأول. ركنية عرضية رأسية مطلقة والهدف جول جوا جول، هدف التعادل بضربة الرأس للنجم التونسي أيمن الصفاقسي. التعادل موجود والتلاحم موجود، تعادل إيجابي 1-1 من ضربة ركنية ومن عرضية ومن رأسية من خالد رضا، ثم المتابعة وأي متابعة من النجم التونسي أيمن الصفاقسي عشان فيوتشر يعود للمباراة ويسجل هدف التعادل يا سيدة في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول. الهدفين من ضربات ركنية، الهدفين من ضربات ركنية. هذه العادة مرة تانية، هذه الوادي وعرضياته وهذه الراسية من خالد رضا، ثم المتابعة الجميلة 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 من النجم التونسي أيمن الصفاقسي اللي في أول لقاء في الدوري يسجل كمان أول هدف في الدوري في هذا الموسم. 1-1 هدف في وقت ممتاز بالنسبة لفريق فيوتشر. وطبعا كالعادة علامة النصر والمساندة والتأييد، علامة النصر والمساندة والدعم للشعب الفلسطيني.